السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. بداية ما تنسوش تشتركوا في القناة البديلة، هسيب لحضراتكم لينك القناة في الوصف أسفل الفيديو. الناس اللي بتشتكي من الإشعارات دوس على زر الجرس وعلم على الخيار الأول اللي هو الكل. ما تنسوش لايكات للفيديو، منتظر تعليقات حضراتكم. عايز أتكلم في موضوع شركة تي إي داتا. أنا ما كملتش حاجة ويقول لك الباقة بتاعتك خلصت. باقة إيه؟ إذا جددت الاشتراك 7-8 أيام قال لي أنت خلصت 70%، بعدها ب3-4 أيام خلصت 90%، النهارده خلصت 100%. 100% إيه؟ أنا لا بشوف أفلام ولا بتفرج على حاجة، أنا يا دوب في حاجة لو هي 5 دقايق فيديو معين، حد بيتكلم عن كورة، حاجة فاتتني من على البرامج التلفزيون بجيبها حاجة ومش بس كده، ده كارثة. إن أنا كنت بجدد الاشتراك يوم 28، كل شهر ينزلوا لي يقول لك تجديد الاشتراك يوم 27، الشهر اللي بعده يوم 26، الشهر اللي بعده هيبقى 25، الشهر اللي بعده قايل لي دلوقتي 23، انا كنت بدفع بجدش 28. في ايه؟ ايه اللي بيحصل؟ النت بطيء جدا، اكلمهم يقول لك انت نزلت ال 265 ولا السرعه 256. 256 انا وديت الباقه بتاعتي راحت فين؟ راحت فين؟ انا ما بتفرجش على مفيش حد. امال لما العيال المدارس تبدا وحد عاوز دروس زي ما هو بيقول لك دروس عن طريق النت، ولا هيبقى فيه المنصه ومش المنصه؟ اما العيال تقعد على النت ده هدفع كام انا ولا غير هيدفع كام؟ ما احنا بقينا في قصص كوميديه، احنا في كوميديا، احنا والله احنا في كوميديا. حتى في وزاره التربيه والتعليم يقول لك احنا بنحارب التعليم والسنترات والدروس وبتاع، وهم عاوزين يعملوا الدروس الحصه من 15 مش عارف 80 ولا كام، 15 حصة. طب في ناس في بلاد وعندنا مثلا مدرسين بيدوا في الشهر وبيحاسبوا بالشهر مثلا اللي ب 100 جنيه واللي ب 50 جنيه، انت تيجي تحول لي حصه هياخد له مثلا 7-8 حصص ب 100 جنيه، انت ده هي تجاره؟ ده اللي بره المدرس ارخص من المدرسه، المفروض المدرسه بتبقى حاجه مده. ده انتوا هتودونا في ده؟ لا ده تعليم نافع ولا نت نافع ولا حاجه نافع ولا سيبوا. انتوا عايزين مننا ايه؟ انتوا عايزين مننا ايه؟ على كل شويه النت مش عارف ايه، السرعه راح، الباقه راحت فين يا اخو؟ انتوا وديتوا، بقت حاجه مقرفه بقى. احنا نزهقت. مش بس كده يعني، شوف ضغط من النهارده القناه الحمد لله رب العالمين، عدد المشتركين فيها كتير. انا هتجنن من القصه، انا مش فاهمها. هل في حد بيحاربني ولا حد واقف في القصه؟ في حاجه في التكنولوجيا ديت مبوظه، في مش فاهم. عدد المشتركين عندي 156، داخلين على 156,000. الفيديوهات ما فيش، كمان ما فيش لايكات، ما فيش مشاهدات، ما فيش حاجه. انا مش عامل عشان قصه بس، حاجه بتيأسك يعني. المفروض انت في تشجيع، في حاجات كده ما بترفع من روحك المعنويه، انت كل ده ما فيش. عدد المشتركين كل شهر مشتركين بيزيدوا بسم الله ما شاء الله، لكن ابص على طب مين اللي بيشترك ليه طالما مش هيشوف ومش هيتابع؟ ده انا مش فاهمها. طب طالما في متابعين مفيش مشاهدات ليه؟ ايه اللي بيحصل؟ انا برضه مش فاهم يعني. وحتى اللي بيتفرج على الفيديو حتى مش هين عليه يضغط لايك على الفيديو يعني، انا مش ما بطلب لايكات ولا عايز لايكات، انا عايز افهم ايه اللي بيحصل في القناه. علشان كده قلت لحضراتكم في قناه بديله يا ريت تشتركوا فيها، يعني مش عارف الدنيا بايظه ليه، انا مش فاهم. انا حاجات كده بتحصل تحس ان انت ايه يعني ماشي، حاجات كلها حاجات معنويه. انا بقالي 3-4 ايام يعني ضغط نفسي، وبقالي فتره في ضغط نفسي، كمان اللي بيحصل على القناه، كمان موضوع النت، عامل زي ما يكون واحد مربوط في رجله يعني حاجات رمله عامل زي ما يكون واحد عنده في حاله من الهمدان كده، حاجه بجسمك همدان، في حاجه بتهمدك، فمش فاهم في ايه يعني. عموما
والله أي حاجة عمرها ما هتغير في طبيعتي ولا في شخصيتي ولا في رأيي ولا في آرائي، لا هتأثر بتحذير ولا هتأثر بتهديد ولا هتأثر بشيء. اللي بيهدد واللي بيحذر ما هو إلا شخص بيضيع وقته، لأني بفضل الله مستمر ومكمل بطريقتي وبأسلوبي المحترم اللي مش هيتجاوز، اللي ما بتجاوزش في حق حد. لكن في ناس كده عايزة تفضل شو، عايزة تشتري متصورة، بعض الناس متصورة إنها تقدر تشتري أي حاجة بأي بفلوس، ويطلع يقول لك الناس بتحاربني، ويطلع يقول لك اللي أصرفه مش عارف هنا أصرفه على اللجان اللي بتعملني حاجة بقت يعني مش لطيفة، وبقت حاجة مفضوحة، وبقى يعني انت بتضحك على مين؟ الناس بقت فاساك بالبلد، انت بقيت مفقوس، الناس فاستك، بقيت شخص سطحي زي ما قدروا، وهو فعلا تفاهة لايق عليك. بس والله لن اتراجع، والله انا مكمل وماشي ومش هيهمني اي شيء، طول ما انا بعامل ربنا سبحانه وتعالى وعارف ان ربنا اسمه العدل، وربنا سبحانه وتعالى عمره ما يرضيه الظلم، ربنا سبحانه وتعالى عمره ما يرضيه الرشوة والقرف والناس والمجال اللي بقى زبالة، المجال اللي بقى زبالة ربنا عمره ما يرضيه الكلام ده كله. وفي النهاية لا يصح إلا الصحيح. ممكن الدنيا تتعوج شوية، أو الهرم يتقلب، أو الأمور ما تبقاش في نصابها الطبيعي، لكن دي مرحلة مؤقتة. ربنا سبحانه وتعالى اللي بيحصل ده أسبابه كتيرة، خرجنا عن منهج ربنا سبحانه وتعالى فطلع لك ناس وأشكال غريبة وأفكار تافهة وناس سطحية وناس بتبقى هي اللي بتركب الترند، وناس هي اللي فوق، وناس ما عندهاش معايير، كل معاييرها متناقضة. ليه؟ لأن كل في ناس باعت نفسها، في ناس باعت ضميرها، في ناس عرفت. وبعدين في البني ادم اللي هو انا مستغرب، بني ادم اللي يقدر يشتري بشر او يقدر يشتري ناس ده مثلا، طب ما هو زي ما انت اشتريتهم بمقابل، ممكن حد تاني يشتريهم بمقابل مادي اكبر ويبيعوك ويهزقوك ويتكلموا عنك بطريقه سيئه. اقصر الطريق للاحترام والوصول قلوب الناس الصدق والاحترام، يعني عشان توصل للناس وتكتسب حب الناس لا هي برشاوي ولا به فلوس ولا لا، اقصر طريق لحب الناس ان تكون صادق، ان انت تكون محب حقيقي. سيبنا من الكلام ده كله بقى، خلينا في بعض الاخبار سريعا كده. طبعا نادي يوفنتوس على الفسخ تعاقده مع هيجوايين، على ما يبدو ان هيجوايين وكريستيانو رونالدو ما بيجتمعوش في مكان واحد، كانوا في ريال مدريد، وهيجوايين برضو رحل عنهم، كان راح نابولي وبعد كده يوفنتوس. فكرة بقى ان دلوقتي دايرة قصة ان الاهلاوية ويتضامنوا مع الزمالك عشان كارتيرون مشي بطريقة غير جيدة، واحنا مصريين في بعض، واحنا مش عارف ايه، وازاي كارتيرون وخاين، ايه شغل الحنية الجديد، وايه ايه بيسموها ايه، ايه طقم الحنية ده، مش فاهم. اولا انا مش قصة تحريض، انا ماليش علاقة بالتحريض ولا التعصب والفتنة، لا القصة ابسط من كده. ايه ده؟ طب ما هم دول الزملكاويه اللي كانوا بيتريقوا على النادي الاهلي والمجلس الاداري لما احمد فتحي مضى لبيراميدز، وهو بيراميدز ايه؟ طب ما هو الملك بتاعه مش مصري يا اخوانا، مع احترامنا لسالم الشمس يعني مش مصري، وفلوس بتضخ فلوس بالزوفه زي ما بيقول، والزملكاويه كانوا بيتريقوا على الاهلي والمجلس الاداري ان الاهلي ما يقدروش يحوصوا، احمد فتحي باعهم، رمضان صبحي باعهم، دلوقتي احنا بقى ايه الاهلاويه؟ مين الاهلي؟ مين انت تفكر ازاي؟ وبعدين انت مين اللي قالك ان كارتيرون باعه، وان في حد ورا قصه الكارتيرون؟ اذا كان مرتضى عفت نصار كان هاجم تركي آل الشيخ وقال ان هو السبب او هو اللي ورا القصه، بما انه كلام يقال ان هو رئيس شرف النادي التعاون. طلع تركي آل الشيخ مع مين وقال لك ماليش دعوه؟ مرتضى منصور اكد على كلام تركي آل الشيخ، تركي آل الشيخ ملوش علاقه ومش هيبقى شماعه عشان نحمل عليها رحيل كارتيرون. يعني انت كراجل اهلاوي، ومعلش انا الحاجه الوحيده اللي انا اقف في ظهر هي بلدي مصر بتلاعب كاس في اي مشكله، لا، لكن الزمالك زمالك هو عنده ناس ويتكلم عنه، لكن انا مش هتكلم عنه. ليه؟ لان في بعض الاعلام حتى الزملكاوي كان بيحرض للسودان
والهلال السوداني كان بيحرض في تونس الترجي التونسي وازمات كتير للنادي. وانا مش بقول ان انا لا حرض ولا عامل فتنه، انا لا، انا في حالي، انا مش هدعم ده ولا اساند ده. عندك اعلامك يساندك، لانك انت ما سندتنيش، بل بالعكس انت فضلت تتكلم عن فايلر رايح بيشاور مراته مش راجع. ده ديانج سافر عشان يغير الجواز بتاعه، جواز السفر، قلت راح ومش راجع، هرب اليو ديانج. انت النهارده في مين الاهلاويه يقول لك انا ما احنا مع بعض واحنا بلد واحده، نضحك ونهزر مع بعض ونحفل مع بعض ونعمل مش عارف ايه. ايه اللي نحفل ده؟ لما كان وقت من الاوقات احد الاشخاص كان بيتهكم على مجلس اداره النادي الاهلي، والنادي الاهلي كانوا بيتريقوا علينا، انتوا بتتكلموا في ايه يعني؟ فرجاء نستيقظ شويه. يعني الكابتن المهندس عبد القيع اتكلم عن قال لك كارتيرون، رحيل كارتيرون، قال اعلام الزمالك وغيره كانوا مركزين مع فايلر وهيمشي ومش هيمشي، وفي الاخر مدربك انت اللي مشي. ويتكلم وقال ان انتوا فضلتوا تتكلموا عن رمضان صبحي، واللي عمل رمضان صبحي ده احتراف ومش احتراف، بس اللي عمله كارتيرون خيانه. هي نفس اللي عمله كارتيرون. على الرغم في احد الافاضل، معلش سامحني والله، احد الاخوه الافاضل قال لي اسال مرتضى منصور كده سؤال، يعني ايه الشرط الجزائي في العقد بما انه راجل مؤلف قانون واصغر من استقال ولا اصغر مش عارف ايه، المهم يعني. طب بما ان في شرط جزائي، هو كلامه منطقي وصح، بما ان في شرط جزائي في العقد، يبقى من حقها اي طرف من الاطراف يفسخ التعاقد في اي وقت، وما ينفعش تقول عليه خاين. طب ما انت حاطط شرط جزائي ليه؟ في حاله فسخ التعاقد يبقى يدفع كل شرط جزائي، يعني انت حاطط في الحسبان واحتمال الشرط الجزائي او فسخ التعاقد وارد، يعني ليه تسميه خيانه بما انك حطيت بند؟ يعني انا مش فاهم. او معنى طب ما هو برشلونه ونيمار وفسخ التعاقد 222 مليون وراح باريس سان جيرمان، ابقى خاين نيمار، مش عارف عقد انت حاطط مش عارف مين تاني، كان كوتينيو ولا مين اللي كان شرط، تحطش شروط جزائيه معناها ايه؟ امر طبيعي. ليه بقى تطلع تتكلم خاين وبعنا ومش عارف شيء زياده وبتاع؟ ده تعاقد يا حبيبي، ده تعاقد. ده بالنسبة لخالد الغندور برضو لسه ما فاقش من الخضة. خالد الغندور بيقول لك انا عندي خضة ومين سيلودفي، عندي خضة من خطف مدرب بهذه الطريقة. ده كان يقدر يجيب سباليتي، هما ما ادهمش الا كارتيرون مدرب الزمالك. طب يعني حضرتك معناها ايه؟ طب مين اللي ورا القصة؟ ايه ابو سنيدة؟ مؤامرة قطرية كما قال الأستاذ مرتضى منصور، يعني علشان وقع في قطر. طب ما هو رايح مؤامرة قطرية ازاي؟ ده الراجل رايح يدرب التعاون السعودي، هل هناك علاقة ما بين التعاون السعودي ومحمد القاسم رئيس ثم أنا مش فاهم قصة إن أنت تختلف مع أي نادي تقول مصر والسعودية. اختلفت مثلا لو اختلفنا على الترجي أو حد مصر وتونس، يا عم ده أندية، ده نادي، أنت مشكلتك مع إذا كان في مشكلة من الأساس يعني مع التعاون، نادي التعاون، مالكش علاقة بالمملكة العربية السعودية ولا الشعب السعودي، وتوجه رسالة ليه الملك عامل لك إيه يعني؟ أنا مش فاهم. لما أنت نازل شتيمة في مش عارف إيه وتتكلم في مش عارف إيه، حد يقدر يقول لك نناشد الرئيس اللي فلان؟ أنت رئيس نادي بتتكلم، خليك على مستوى الأندية، مالكش دعوة كل حاجة تدولها وتخليها أزمة بين مصر وبين مش عارف، الكلام ده بقى. لا حول ولا قوة. انت يعني انت يعني عاوز تزاوق تعمل ازمه دوليه ما بين الدول علشان كلام عدل القيعي؟ طبعا عدل القيعي برضه بيرد على تفاهه، اعتقد يعني اعتقد ان هو بيرد على تفاهه برضه. قال لك عدل القيعي الاهلي لم ولن ينهار بسبب أي أزمة من الأزمات، أو إن أحد الأشخاص يتهكم أو يتحرش أو يتكلم بطريقة غير لائقة، وإن بعض الناس بتقول إنهم أسدوا خدمات للنادي الأهلي ويطلعوا يتكلموا بطريقة غير لائقة عن النادي الأهلي. وقال عدل القيعي إن الأهلي عمره ما انهار حتى بعد فسخ عقد الرعاية السابق. كان في عقد رعايه شركه صله، قال لك ايه اسم الاهلي كبير، شركه صله مشيت وجت رعايه اكبر وافضل، والفريق لا احد يمن عليه باموال بل هو باسمه من يجلب الشركات، اسم الاهلي اللي بيجيبه ومكسب كبير، وبعدين صنع اسماء كتير، شهر ناس كتير. قال لك انا منزعج من الكلام الذي يخرج بالمعايره او بالشماته عند رحيل احد من النادي
الاهلي الفريق لا يقف على احد ابدا. وقال هل النادي الاهلي انزعج عندما فسخ عقود رعايته السابقه وظل يتحدث عن عقود رعايه جديده وتحصيل هذه الامور؟ لا، الاهلي جاب احسن منه، جاب عقد رعايه احسن منه. وقال اللي فاكر انه جامل الاهلي بعقد رعايه واننا مش هنعرف نجيب عقد رعايه احسن او لعيبه مدربين احسن، بس احنا جبنا الاحسن. انت جاملتني بسمكه بس انا معايا الشبكه، اتفضل خد سمكتك مش عايزها. تسلم يا هندسه، تسلم يا باشي مهندس، يا بمري على راي دعاء الكروان الباشي مهندس جه يا مش عارف مين، ضحك عليك الباشي مهندس انت بقى يا تفاهه، مين اللي ضحك عليك يا تفاهه وتفهمك انك ليك حيثيه وليك قيمه يا تفاهه؟ اهلا يا تفاهه. حضر مصر كرة قدم لجنته الخماسية لمدير الاتحاد المصري حددوا ميعاد 12 أكتوبر المقبل موعد لمباراة منتخب مصر الأول أمام توجو، مباراة اللي هتقام في الجولة الثالثة بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا بالكاميرون 2022. جاء هذا الموعد بعد قرار الكاف إقامة مباراتي الجولتين الثالثة والرابعة بالتصفيات في الفترة من 9 حتى 17 نوفمبر. وبناء عليه بدأت لجنة الخماسية في البحث عن الملعب اللي هيستضيف اللقاء، ويفاضل مسؤول اللجنه الخماسيه بين معالي استاد القاهره وبرج العرب من اجل استضافه المباراه. وستخاطب الجبلايه الجهات الامنيه من اجل اقامه مباراه مصر وتوجو على احد ملاعب استاد القاهره وبرج العرب في الاسكندريه من اجل ارسال الموافقه الى الاتحاد الافريقي. بالنسبه لمدرب مارسيليا السابق جوزيه انيجو الفرنسي وموضوع الزمالك والتعاقد معاه والتقارير الصحف اليونانيه اللي قال ان في كلام وان ميدو تواصل، قال لك مش اي شيء من هذا القبيل، ميدو لم يتواصل معي وما فيش حد كلمني بخصوص هذا الشان. وخالد غندور اعلن وقال ان ممكن خلال 3-4 ايام بالكثير قوي، ممكن يوم الاحد القادم يتم الاعلان عن المدير الفني الجديد لنادي الزمالك. اما نشوف يمكن سافروا اوروبا والدول المتقدمة يمكن يجيبوا لنا مدرب من بني عبيد. شكرا على حسن متابعة حضراتكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.